المبكي المبكي غير المضحك هو أنه هذه السلطة تدعي اليوم أنها هي تحارب الفساد وأنها تكشف الملفات، في حين أنها عندما يعني تصبح الفضيحة واضحة المعالم وتصبح في الإعلام يتنطحون للقول أنه لهم دور أو لهم يد فيها. في مسألة الفيول المغشوش، المسألة بدأت مع الشركة المشغلة للمعملي الكهرباء. هذه الشركة رفضت شحنات كثيرة من الفيول كونه غير مطابق، وتم إرسال بعض العينات إلى دبي إلى بيرو فيريتاس. أولاً عار على الدولة اللبنانية أن يتم إرسال عينات إلى خارج لبنان لكي تفحص في الخارج لكي نتأكد إذا كان الفيول مغشوش أو غير مغشوش. ثانياً، هذا ما قامت به الشركة المشغلة وليس الدولة اللبنانية، فالحرص أتى للأسف من الشخص اللي مفروض أنه يعني يعمل ليس للدولة أو للخزينة، يعمل لشركة خاصة، هو الذي فضح هذه الفضيحة. أحزاب السلطة متورطة في كل ملفات الفساد، لا يوجد ملف فساد في لبنان إلا مغطى مباشرة من ملوك الطوائف، وهم يحكمون عبر ذلك، يضحكون على الناس بانتماءاتهم الدينية والمذهبية، ويحسد اللبناني الخيبة، يحسد بلدا أصبح مزبلة مسخرة في العالم بسبب هؤلاء. وفي كل مرة هنالك صناديق اقتراع يذهبون إلى نفس النغمة وإلى غيرة الدين وإلى حقوق الطائفة وغيرها، وكل الطوائف يعني تعيش نفس المأساة التي أصبحت اليوم مأساة اقتصادية اجتماعية معيشية كبيرة، ليست فقط أزمة يعني تلوث وأزمة يعني بحر ما فيك تنزل عليه، أو أزمة كهرباء لأولى 15 بديل كمان كلهم بينصبوا منهم. أصبحت الأزمة اليوم أنه اللبناني أمام مجاعة، أمام كارثة اجتماعية كتير كبيرة. فإن شاء الله نكون معينا.